من خلال هذه المواجهة، لكن الإثارة ما زالت حاضرة من خلال هذه المواجهة. التعادل 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 عن طريق الفرنسي ستيفن انزونزي. انزونزي سجل هدف التعادل، الفرصة الأولى ضاعت، لكن الهدف الأول حاضر الآن. هدف التعادل لمصلحة نادي الريان، على طول بالملي، على طول بالمسطرة من الركنية بالمقاس على راس انزونزي، سجل بارتقاء براسية. شوف 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 شوف، خلاص خلاص، هو الارتقاء، هو الارتقاء، ما حد معاه، على طول براسية صعبة بعد ذلك على جاسم الهيل. حتى بعد ذلك كان العتاب من جاسم الهيل، كيف تتركوه، كيف خليتوه بروحه داخل منطقة الجزاء.